مثل السفام حول الخيارات الفنية وحول كذلك الطريقة التي لعب بها فريق الوداد، خاصة الكرات الطويلة السالة المعروفة على فريق الوداد، عدم الاكتار من الكرات العالية لأنها تكون في متناول كايزر تشيكس العرضية. ولكن هنا متابعة مباشرة السؤال مع الانطلاق، كيف سيبدأ الوداد؟ هل يبدأ بضغط؟ وهنا كرة عرضية وفرصة، ماذا يقول الحكم الفاركي اليمنى؟ فريق كايزر تشيكس هل سيلعب بنفس الطريقة اللي شفناه في مباراة الذهاب؟ والدفاع المتأخر وفيها خطورة ممكن من جانب فريق الوداد، داري وفرحان يصعدان وفيها هنا العرضية ولكن الراسية بعد ذلك، وحتى الكرات الطولية التي يعتمد عليها كايزر تشيفز والبريسينج العالي وفرصة الجول غير معقول، متقدم على لاعبي فريق الكايزر تشيفز. هنا الضغط يجيب كرة من أيمن الحسوني، وليد الكارتي في من المرتدات وحذاري من الانسلالات وانطلاقات يا لاعبي نوركوفيتش، هو نوركوفيتش يستلمها لكن عزلوا تماما، الكرة تتحول مباشرة على الجهة اليمنى، فرحان فيها التغطية، فرحان فيها التغطية، فرحان بعد ذلك يتفادى الركنية وبالتالي تصل مباشرة، ممتازة من جانب لعب العملود، محاولة من هناشم، هناشم يدخل، هناشم يرفع الكرة لكن الدفاع تكتل من جديد، ربما الإجادة بالقدم اليمنى واليسرى ولكن كان عنده حل انه يمرر لأيوب الكعبي في وضع ممتازة، تمشي كرة لعناصر كايزر تشيفز خطيرة جدا ولكن افريقيا وانطلاقة ودادية واللعب في المساحة، الكعبي وسايمون مصوفا، سايمون مصوفا والكعبي الكرة تطول اكثر من اللزوم، ركز ايضا فروسلير، شوف الاعادة هنا فروسلير يمر يرفع كرة على القائم الاول ولكن الراسية لم تكشف الحسوني، الكارتي وصلت لوناجم، وناجم 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 سادت جول فيها مرتدة وفيها خطورة ولازم الرجوع بالسرعة إلى أبي الوداد، ركنية دير بهذه الكيفية يمينية قوية لكن في متناول حارس المرمى، هذه إما تسدد على أقصى اليمين أو أقصى اليسار، هنا سددها في منتصف إداري حارس المرمى أحمد رضا للتكناوتي في الخروج، والرأسية بعد ذلك وكورتك يا التكناوتي، نعم يمشي التكناوتي سالم للاعبين أشرف داري موجود، أمين هنا فرحان حاضر، وليد حاضر، وكرة تتهيأ بهذه الطريقة بالتالي في مرتدات تكون خطيرة لفريق كايزر تشيفز مع استغلال المساحات، بينما كرة جهتي لليسرى الدخول من محمد وناجم 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 حاول يرفع الكرة فيها تعطيه من انتيغانا قذيفة يمينية، لكن أيضا في الثنائي الموجود على فكرة في دكة الاحتياط فقط لعب المترجي، بينما هنا كرة أمامية يبدأ الهجمة من جديد، الحسوني في الاستلام، الحسوني سادد الجول استلام الحسون يتقدم، حسون يرفع كرة عندك يا أوناجم، يلا يا أوناجم، يلا يا أوناجم، الراسية بعد ذلك وفيها ركنية من جديد، يجيب بسرعة وفيها ركنية ودادية، أحلى تسديدة حتى الآن الحسوني ودادية، هذه الإعادة الحسوني رائع ما يقوم به حتى الآن، رائع الحسوني ما يقوم به حتى الآن في وسط الميدان من جديد لعناصر فريق الوداد، يطلب الكعبي، أوه لمسة ممتازة ومصو من زاوية صعبة، هدف لفائدة فريق الوداد، محمد أوناجم يسعد لتنفيذ الركنية تزيد عنها ببعض الشيء مقاتل مع لقاء الذهاب، بينما كرة أمامية، أو كعبي، الكعبي سدد لكن ضعيفة، وفاز على بيترو بنتيجة 2-0 وفي ربع النهائي فاز 4-0 هنا في جوهانسبرغ، إذا كارتي محاولة الآن الاختراق، الأمر صعب، الأمر صعب، الأمر صعب، هنا عرضية خطيرة جول، المباراة تلعب على الجانب الديني، واضح ان الوداد ذهنيا لا زال يعاني، هدف هو الذي سيحرره اكثر، هدف هو الذي سيخلي هنا التوغل ممكن مع صعود مجموعة من اللاعبين، مراوغة ممتازة فيها 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 خطأ في رأي اللاعب الأفضل حتى الآن في تشكيلة فريق الوداد، الحسوني يلعب الكرة في العمق ممتازة والترويض لم يكن جيد، ايضا ماتوهو تمشي الكرة في منتصف الميدان، هنا بينية في اتجاه أيوب كعبي، من يتابع الكرة الثانية لأحد حسوني عليها كثيرا، فريق كايزر تشيفز تلعب هذه الضربة الحرة فيها ركنية، الحكم يقول ركنية أم ماذا،
هنا مطال امام مستغل المساحات التي يتركها لاعب فريق الوداد. تاكناوتي حذار يا تاكناوتي، حذار يا تاكناوتي، تجاوز الان في مباراه ضياع الفرص لفريق الوداد. تلعب هذه الركنيه للقائمه الثانيه الراسيه، لكن سهل بعد ذلك لاحمد رضا. تايق الشوط المباراه الاول، تلعب هذه الركنيه مرت امام الجميع، مرت امام الجميع في لقطه غريبه وعجيبه. الكره لا حل سوى العوده ليحيى عطيه الله، بينيه داخل منطقه الجزاء. مصوفا مصوفا سو تفهم المجال سايمون مصوفا، ترجع من جديد هنا يحيى، ماذا سيفعل يحيى؟ تسديده يلعب بها فريق كايزر شيفس في الخلف، كره اماميه. حذاري من الاخطاء، حذاري من الاخطاء، داري مع فرحان يبعد كرة للتمات. هاك باي يشوف الإعادة، أشرف داري هو صاحب التسديدة. إعادة من الودادي، كرة أمامية في اتجاه ناجم يحصر ناجم، في دفع وفي خطأ، في دفع وفي واحد أكمل نحو الشباك. هاي الإعادة من جديد، الكعبي، الكعبي ماذا ضيع؟ مؤيد اللافي تمشي كرة على الجهة اليسرى، فرصة ودادية تسديدة، ولكن هنا تتحول مباشرة إلى ركنية. دل الغياب الأداء المطلوب من مصوفا، بينما هنا تنفذ الضربة الحرة، لا زالت الفرصة متاحة. فيها 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 تدخل، فيها تدخل، فيها ذلك، لا زالت لا زالت لا زالت. مؤيد اللافي في الاستلام، اللافي ماذا سيفعل اللافي؟ والكاب يسدد ولكن بعيدة تماما الاحتجاج، بينما هنا اللقطة الماضية ضربة حرة نفذت بشكل جيد، لكن هنا الكعبي أيضا حاضر. أربعة خمسة لاعبين ستة لاعبين في منطقة الجزاء، هنا كرة تتهيأ داخل المنطقة، لكن دائما نتكلم أن هذا سيفقد التركيز وبالتالي بطاقة صفراء ولا قدر الله بطاقة حمراء، لذلك الحسوني عليه أن يهدأ. الحد يتعامل بكامل الهدوء مع هذه الدقائق، عدم الوقوع في التصرف مطلوب. الحسوني، الحسوني عرضية الحسوني، أناجم وين مراوغاتك يا أناجم؟ لمسة جميلة، لمسة جميلة، الدخول في منطقة الجزاء والكرة تطول. المحاولة رفع العرضية الراسية مرة تالية، غير معقول، تالي تصعب الامور. بينما لدينا مرتد نوركوفيتش في الاستلام، نوركوفيتش البينية، ولكن اقرب اليها حارس المرمى احمد. كرة هنا تلعب بشكل سليم، هو مراوغة وعرضية على القائمة الثاني، وناجم كان في الانتظار. إعادة، إذا جاءت الإعادة أصلا، نعم هاي الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية وناجم هذا، شوف الإعادة. مؤيد اللافي، يا مؤيد يا اللافي، بالراس مؤيد حاول يضع في المرمى، لكن هون مباراة أخرى. عموما تلعب هذه الركنية لفائدة فريق كايزر تشيفس بنفس التشكيلة، بينما واحد اثنين، لا زالت الفرصة، لا زالت الفرصة، ممكن اضرب اضرب اضرب، ولكن هناك باي اصلا موجود، لا زال التحرك حاضر، لا زال الضغط حاضر. هنا بينية ممتازة والعرضية فيها ركنية، نعم. انك تلعب تقريبا ب 14 لاعب في الموسم باكمله على جميع المستويات، بينما العرضية والراسية استلم الكرة، اللافي يتقدم، اللافي مع عطية الله، عطية الله امشي يا عطية الله، عطية الله العرضية، العرضية واكباي. نوركوفيتش كاد يعود الكرة بعد ما فعل في مباراة ذهب، الإعادة نوركوفيتش يا وناجم، راوغ يا وناجم، امشي يا وناجم، وناجم وناجم والعرضية والتسديدة، غير معقول غير معقول غير معقول غير معقول. هنا هجمة ودادية، اللافي يرفعها، اللافي وبالراس خطير، الاختراقات اللي كنت اتكلم عنها من جانب ناجم، لازم يخترق، لازم يراوغ، لكن هنا الكعبي ماذا ينتظر؟ يا الكعبي، لا لا يا الكعبي، مع فريق المولوديه الوجديه، لماذا جاء شراشم؟ لماذا جاء اللاعب كذلك المدن؟ يعني حضر بشكل ممتاز، وهنا وليد بعد ذلك. شوف بدايه الهجمه.